بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Hello everyone, I like to introduce in this video how to use one hot encoding. It is a technique to convert textual feature to numerical features. Recall that in machine learning we perfect some calculus, but if we have some features, textual features, it will be convert to numerical value to perfect some calculus. إذن الهدف من هذا الفيديو هو استعمال هون one hot encoding تابعة لمكتبية scikit-learn الخاصة بتحويل المعطيات النصية إلى أعداد. لاحظ بأننا في تعليم الآلة عندما يكون تكون عندنا بعض الخواص النصية يجب علينا تحويل هذه الخواص إلى أرقام لنقوم بالحسابات، لأن الحاسوب يتعامل مع الأرقام. هناك طريقة، إما one hot encoding أو dummy variables أو المتغيرات الوهمية، وكنا شرحنا ذلك. قلنا أي متغير نصي نحوله إلى، لاحظ الفيتشرز الخواص، هناك خاصية town أو city، ثم area مساحة، ثم target variable والثمن، ثمن الشقة انطلاقا من x1 x2 and y. So how to convert x1 to numerical columns? We can use dummy variables، تطرقنا إلى ذلك في الفيديوهات السابقة. إذا مدينة فاس ستحول إن شاء الله إلى features، ونضع واحد هنا واحد هنا، والأعداد الأخرى نضع صفر. مدينة الدار البيضاء نحولها كذلك إلى features آخر كذا، ثم نضع صفر صفر واحد صفر واحد. إذا هذه الطريقة التي تطرقنا إليها في أحد الفيديوهات السابقة في السلسلة. الآن سنتعلم one hot encoding. هذا الدرس سيكون عبارة عن درس نظري، وفي المستقبل في الفيديو الموالي سنقوم بالتطبيق باستعمال لغة البرمجة بايثون أو scikit-learn. So we can follow some logical step. The first step is import label encoder. So we can write in Python from scikit-learn.preprocessing import label encoder. بالعربي، أول مرحلة أحبائي الكرام تحميل المكتبية، تحميل الكلاس أو الباكيج label encoder، ثم سنقوم بخلق المرحلة الثانية أحبائي step 2، خلق كائن اسمه label encoder، ثم سنقوم بنسخ الداتا فريم في داتا فريم أخرى اسمها dfla مثلا، ثم سنستعمل أحبائي الكرام تحويل الفيتشرز أو الخاصية النصية town. لاحظ عندنا خاصية town area and price. price عبارة عن target variable. هدفنا هو تحويل town إلى أعداد، وبالتالي سنقوم ب dfla.town equal la.fit transform dfla.town. إذا سنقوم بتحويل transform، بتحويل أحبائي الكرام هذا العمود الخاص بالمدينة إلى نقله إلى كائن آخر أحبائي dlf.town. يمكننا أن ننشر dlf early لنتأكد من النتيجة، ثم دائما نستخرج x، يعني x and y. x أحبائي الكرام هم الخواص، إذا الخواص ستصبح عندنا town وarea بعدما قمنا بتحويل هذا العمود. ثم y equal df.price، لا تغيير على ذلك. إذا مرحلة أخرى أحبائي الكرام، from scikit-learn.preprocessing import one hot encoder. So we can use we can create a object in this class. نستعمل الكونستركتور الخاص بون هوت كونكودر لنخلق كائن اسمه OHE مثلا، ثم سنقوم بتحويل x. لاحظ x يساوي هذا الكائن دوت في transform x to array. سنحول x الذي هو عبارة عن الخواص طاو اريا إلى مصفوفة. إذن هذه المصفوفة ستكون عبارة عن مصفوفة عددية. إذن سنقوم بإزالة كما فعلنا مع ديمي
مع ديميز فاريابل، كنا دائما نخلق الفيتشرز مدينة فاس، فيتشرز مدينة الدار البيضاء، ثم فيتشرز مدينة رابا الرباط، ثم مدينة الخمسة، على سيصبح عندنا مجموعة من الفيتشرز أو الخواص الجديدة. إذا لا داعي للاحتفاظ بالخاصية أو التكستويال فيتشرز، سنقوم بمحوه، وهو ما سنقوم به إن شاء الله باستعمال إكس إيكالا إكس نقطتين فاصلة واحد نقطتين، يعني سنحتفظ بجميع الأسطر أو all rows remain all rows and delete the first column so we can write in Python X نقطتان فاصلة واحد، يعني جميع الأسطر ولكن الأعمدة سنبتدئ بواحد. لاحظ بأن بايثون يبتدئ دائما الحساب والعد انطلاقا من صفر، وإذا كتبنا له واحد نقطتان يعني سنحتفظ إن شاء الله بجميع القيم، بجميع القيم إلا طاول. هنا اعتيادي from scikit-linear linear model import linear regression وخلق كائن linear regression، لنقوم بتدريب النموذج لخلق نموذج موديل، ثم نقوم بالتدريب، ثم نقوم إن شاء الله بالبريدكت، ولكن هذه عبارة عن مجموعة من الخطوات النظرية. الفيديو المقبل سننطلق إلى بايشارم ونقوم بكتابة هذا الكود البرمجي لكي لا نضيع الوقت لكم أحبائي الكرام. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل حيث سنقوم بالتطبيق لهذا الدرس النظري.